استقبل المستشفى بن مسيك مساء يوم الاثنين على الساعة 8 مساء مجموعة من الأشخاص تعرضوا لواحد الحروق. الحالة بصفة عامة هي حالة حرق بسيطة. استقبلنا واحد العدد ديال 14 شخص، المجموع كلهم كانت حروق من درجة واحدة إلى درجة اثنان. واحد جوج واحد ثلاثة الحروق اللي كانت بعض الآثار في الوجه اللي تم النقل ديالهم إلى مستشفى 20 غشت، وجميع الحالات الأخرى تم التكفل بها داخل المستشفى الإقليمي بن مسيك. لهذه الحالات كلها تم التكفل بها هنا في قسم المستعجلات ديال المستشفى بن مسيك. كلها حالات خفيفة، ربما من إن شاء الله من الغدا ديال الصباح غادي يكون جميع هذه الحالات غادي للمستشفى إن شاء الله.